مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير يا رب. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، بدي ساوي عجة بمكونات كتير كتير سهلة وبإذن الله موجودة عندكم. انا جبت ضمة بقدونس فرمتها وغسلتها ناعمة، وبصلتين فرمتهم كمان ناعمين طلعوا كاسة، وعندي نص كاسة طحين ونص كاسة مي، عندي معلقة ملح صغيرة مليانة ونص معلقة فلفل صغيرة ونص معلقة بهارات، وعندي 4 بيضات. هلا بدي بلش، كتير كتير سهلة وما بتاكل وقت ابدا، يعني باذن الله ب10 دقايق بتساووا احلى صحن عجة. واذا بتعملوها على طريقتي والمقادير اللي عاملتها كتير بتطلع طيبة وسهلة بإذن الله. هلأ أنا حطيت 4 بيضات، بدي أخفقهم منيح. سهلة كتير كتير، صدقوني سهلة، لحط المي نص كاسة مي، حطيت بدي أحط ضمة البقدونس كاملة. هي العجة كتير طيبة لما يكون بقدونسها كتير. ضمت بقدونس كاملة، حطيت فوق البيض، نص كاسة طحين وكاسة بصل. والبهارات والفلفل الأسود اللي حكيت لكم عليها، عن جد كتير كتير سهلة. شايفين بهالطريقة؟ قد ما فيكم كتروا البقدونس ما في مشكلة، على فكرة كتير طيابتها بالبقدونس. إذا حسينا إنه نص كاسة المي قليلة فينا نحط كمان شي معلقتين ثلاثة مي، يعني هيك. يعني إذا حطينا 3/4 كاسة مي بتزبط. فينا نعملها بنص كاسة وفينا نعملها 3/4 الكاسة. شايفين بهالطريقة كتير كتير سهلة. وأنا حاطة الزيت على الغاز، هلأ حمي الزيت. أنا عندي هاي الكفكيرة بالعادة بعمل فيها، اللي ما عنده هيك فيه يعمل بالفنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. بهالطريقة أنا بحب أعملها صغيرة هيك، بهالطريقة بحب أعمل القرص صغير، ما بحب كبره. كل ما باخد لقرص برجع بحركهم. شايفين كيف هيك بهالطريقة؟ عن جد كتير سهلة، والعجة كتير كتير طيبة، الكل بيعرفها العجة. شايفين ما شاء الله. فيكن اذا ما عندكن هاي الكفكيرة، فيكن بفنجان، فيكن بكفكيرة ايه، بس انا بحب اعملها القطعة صغيرة، ما بحب اعملها كبيرة. شايفين ما شاء الله كتير كتير سهلة، وبسيطة، والمكونات كمان سهلة وبسيطة. شايفين ما شاء الله، بس لسه ما خلصت. بس يصير لونها ذهبي أنا بدي شيلها وبرجع لكم حبايبي. شايفين ما شاء الله، هذا اللون كتير حلو مناسب. هيك أنا حطيت صحن، حطيت له محرمة مطبخ منشان ينغب الزيت. هيك بهالطريقة أنا بعملهم، ما بحب اعملهم كبار. شايفين عن جد كتير كتير طيبة العجة، انا بحب العجة. انا بعملها مع المقالي دائما، لما بكون عاملة مقالي بعمل عجة كمان مع المقالي، لانه عن جد طيبة كتير. هلا بدي احط وجبة ثانية كتير سهلة، شفتوها؟ هلا بدي احط كمان، لازم احركهم. كل ما بدي اخذ كفكيرة صغيرة بدي حركهم بهالطريقة.
بسم الله. كتير سهلة بنفس الوقت كتير طيبة. يلا قوموا هلا سوا دغري مشان تشوفوا شو طيبة على طريقتي وسهلة، وكتبوا لي بالتعليقات انه سويتوها وطلعت طيبة. لك رح كمل الكمية وارجع حبايبي. وهلا خلصت مثل ما شايفين، ما شاء الله بتشهي بتشهي. شوفوا منظرها، شايفين ما احلاها؟ عن جد بتشهي ولا طعمها بياخذ العقل. شوفوا شوفوا ما شاء الله، كتير كتير طيبة، صدقوني طيبة وحتحبوها كتير. جربوها على طريقتي وشوفوا كيف حتحبوها. وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس وعملوا اشتراك، حطولي لايك. أنا بحبكم كتير، باي.